السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حادثة الشرفاوي بولاية وهران التي هزت كل الجزائريين، هذه صورة الشخص الذي أطلق النار واللي سموه زينو من بلدية الكرمة ولاية الطارف. الاسم الحقيقي هلال العثماني. السيد كان برتبة رقيب متقاعد، تم تسريحه من الخدمة منذ عام، وكان بصدد تقديم ملف تغييره إلى عجز منسوب إلى الخدمة، وقد تم إخراجه من الجيش، لكن تم رفض طلبه وتعرض للظلم. وفي لحظة غضب وضعف انتزع سلاح عسكري وبدأ بإطلاق النار على العقيد قصدي محمد المدعو يوسف الذي ينحدر من ولاية تسمسيلت. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبر أهله وذويه يا رب العالمين. في حين سجلت 3 إصابات أخرى في أفراد الجيش الوطني، وحسب ما هو متداول تم القضاء عليه. ربنا يشفي الجرحى ويحمي هذا البلد من الأعداء المتربصين خارج وداخل الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.